غالبا مش هيبقى فيه تغيرات ضخمه ان شاء الله. ان شاء الله ولو في حاجات بسيطه اول ما تبقى نبص فيها طيب احنا هنبتدي باول حاجه ديفينيشن. اول اوبجكتيف عايزين نعرفه ايه تعريف وايه هدف علم الاحصاء. تعريف وهدف. التعريف بتاع علم الاحصاء، احصاء يعني ايه؟ يعني يحصي يعني علم، صح؟ يبقى هي هو اولا هي ميديكال ساينس زي ما عرفنا الابيدميولوجي اللي حضروا معانا. It is a medical science، صح؟ That deal with. Deal with كلمة السلف epidemiology كان disease، لكن كلمة السلف إحصاء داتا. أنا بتعلم جديد. تمام؟ يبقى زاد كده هي It is a medical science that deal with data. ست حاجات لازم أقولهم بالترتيب وبعمل كل اتنين مع بعض. تعالوا نشوف كده. أول حاجة داتا، عشان يبقى عندي داتا من الأصل لازم أعمل إيه؟ مش انتوا بتنزلوا العيادات تلموا بيانات مش عارفه ايه. This is data collection. يبقى دي the medical science that deal with data collection and organization. انا مش هاخدها منعكشه واسيبها منعكشه، انا لازم اسرحها وازوقها واوضبها. يبقى دي the medical science that deal with data collection and organization. الخطوه اللي ورا collection وorganization ايه؟ هبتدي بقى ايه؟ اوصف وحلل. Description and analysis. بعد كده بقى هبتدي اوجد تفسيرات واعرض بقى نتائجي على الملا. Interpretation and presentation. يبقى الاستاتستكس علم الاحصاء هو الميديكال ساينس ذات ديل ويز داتا. ست حاجات، اول حاجه كولكشن اند اورجنايزيشن، ثم اوصف وحلل. ديسكريبشن اند اناليسيس، ثم شغل الدماغ. Interpretation and data presentation. طب لما اقول لك ميديكال statistics it is the application of the science of statistics in medical field. That's all. تطبيق علم الاحصاء في المجال الطبي. يبقى انا اول حاجه كنت عايزاها عايزه ان انا اعرف علم الاحصاء it is the medical science that deal with data classification or organization. Collection and organization. Description and analysis. Interpretation and presentation. لما اقول medical statistics it is application of statistics in the medical field. متفقين؟ في اي مشكله في الديفينيشن؟ بنستعمل علم الاحصاء في ايه؟ بنستعمله ايه الابلكيشن بتاعه؟ اثنين في الريسيرش وفي العد. ما هو علم العد؟ يبقى في الريسيرش وفي العد. في الريسيرش وفي الاستاتستكس. هتاخدوا محاضرات تحت، محاضرتين تحت، وميني ليكتشر فوق عن الريسيرش ميثودولوجي، صح؟ التايبس بتاعت الريسيرش بتاعتنا ستادي ديزاين اند سو انيومريت. مفيش ريسيرش من غير احصاء، مفيش ريسيرش من غير احصاء. يبقى هتقولي ديسكريبتيف صح، هتقولي اناليتيكال صح، هتشرح الاناليتيكال صح، هتقولي هيلث سيستم ريسيرش صح. الاحصاء هتستعمل في كله. يبقى اول جزء ابلكيشن هو اول تايب اوف ريسيرش، ما نقولش ريسيرش بس، نعمل انيومريشن للتايبس اوف ريسيرش لان هم دول. طب العد، هعد في حتتين، هعد في الناس وفي الخدمات. في حاجه برضو هتاخدوها اسمها فايتال ستاتستكس، صح؟ فايتال ستاتستكس جايه من ايه؟ ان انا بعد ايه بيحصل للناس. فايتال ايفنت، ايه الفايتال ايفنت يا شباب؟ الموت والولاده، الجواز والطلاق، المرض والتوارث. كل ديس ار فايتال ايفنت. يبقى انا بالتالي الفايتال ستاتستكس دي خدمه موجوده اون جوينج داتا كولكشن بتجمع بيانات وسط الناس عن الفايتال ايفنت بعد. يبقى بالتالي احصى. وما هي الفايتال ايفنت او لا؟ طب ايه هي السيرفيس ستاتستكس؟ العد على مستوى الخدمات. دكاتره، هو انا لما اقول لحضرتك ان جالي ناس يمثلوا كذا السنه دي وزادوا بقوا كذا السنه الجايه، ده بقيس بيه البرفورمانس. دي حاجه بسميها يوتيلايزيشن. يبقى تاني علم الاحصى بستعمله في ايه؟ بستعمله في all type of researches وبستعمله في العد. العد ايه هما؟ ايه وايه؟ vital statistics و service statistics. ايه الفرق؟ اشتغلوا بالدكاترة صحوني معاكم. ايه ال vital statistics؟ اللي هي ال ongoing service اللي موجودة في مكاتب الصحة وغير وغيره بعد بيها ايه دكتورة؟ ال vital event. ايه ال vital event؟ ال versus والتسس والجواز والطلاق وغيره. طب ال service statistics بعد ايه؟ ال utilization. الناس بتستعمل الخدمات بتاعتي قد ايه عشان اقيس البرفورمانس، اداء الخدمه دي حلوه ولا وحشه. الريسيرشز مش هقدر اقول لكم ان انا هشرح دلوقتي التايبس والريسيرش دي في حد ذاتها شرح،
ولكن اقدر اقول لكم ان الرسمه دي بتلخص التايبس اوف ريسيرش. انت عندك هيلث سيستم ريسيرش ده ليه محاضرات لوحده، وعندك ابيديميولوجيكال ريسيرش. انا هقولهم سريعا جدا جدا بس عشان نبقى اورينتد بيهم كاسكيد. انتوا خدتوهم خلاص وسمعتوهم صح؟ طيب الريسيرش لما كان زمان ليلى مراد بتغني اغنيه كده القلب ولا العين؟ لا الريسيرش مش هيقول اكيد القلب ولا العين، هيقول هو الايد ولا العين. لو الريسيرش بنى البحث على ايده جرب حاجه، دكتوره انا عايزه اجرب الصوره هتوصل لك احسن لو انا طفيت النور هنا كده، شوفي كده انت واصله اكتر، انا جربت عشان اشوف تاثيرها عليه. This is دراسه تجريبيه مالها اكسبيرمنت صح؟ لكن لو الريسيرشر ايده متكتفه باقي له ايه؟ عينه صح؟ العين مبنيه على اوبزرفيشن صح؟ الملاحظه، يبقى دراسه مبنيه على الملاحظه اوبزرفيشن ريسيرش. يبقى الريسيرش في الاخر انا اقعد انيمريت زي ما انا عايزه، فما اقول له ان انا عندي هيلث سيستم ريسيرش وده موضوع في حد ذاته، يا ابيديميولوجيكال ريسيرش، والابيديميولوجيكال ريسيرش بتاعي يا اما ايه بقى يا ايه؟ يا اكسبيرمنتال يا اوبزرفيشن. الاوبزرفيشن يا نظره بريئه يا نظره خبيثه. النظره البريئه اللي هي ايه؟ انا بصطلكوا كده عشان اوصفكوا. انا قدامي عدد كذا دكتور ودكتوره فاضله، كذا منهم ميل وكذا في ميل، متوسط اعمارهم كذا. This is ايه؟ انا بعمل ايه شباب؟ بوصف بس. لكن لا انا عايزه اربط علاقه ما بين الجنس السكس بتاع الفيزيشنز اللي قاعدين معايا والاتندنس. احنا عملنا مثلا كورس 10 محاضرات، يا ترى هل معدل الحضور هيختلف في الولاد عن البنات؟ هنا انا مش بوصف، انا بعمل ايه؟ انا بحلل صح؟ بربط علاقه حاجتين او بشوف علاقه حاجه بحاجه. يبقى اصبح الليله عندي من البدايه خالص هيلث سيستم ريسيرش ابيديميولوجيكال ريسيرش. الابيديميولوجيكال ريسيرش ياه اكسبيرمنتال ياه اوبزرفيشنال صح؟ صح؟ لان الجو بيدعو الى النوم في هذا الوقت. طيب الابيديميولوجيكال ريسيرش يا اما الاوبزرفيشنال يا اما نظره بريئه تماما تبقى ديسكريبتيف، يا اما نظره خبيثه اناليتيكال. الاناليتيكال كله مبني على الفرق ما بين البيضه والفرخ. البيضه هي الريسك فاكتور والفرخه هي الاوت كام او الديزيز. لو انا ابتديت بالبيضه وقعدت جنبها عامله كده مستنيها تنقص وتبقى فرخه، يبقى دي كوهورت ستادي. لو انا قعدت جنب الفرخه وفقدتها زمان لما كانت بيضه، يبقى دي كيس كنترول. لو انا خدت البيضه والفرخه ودخلت في حاجه اسمها ايجن شيكن دايلما، الاثنين بيتقاسوا في نفس الوقت وانا مش عارفه مين ابتدى قبل مين، دي كروس سكشن. يبقى فيري سيمبلي فيري سيمبلي ده السكيلتون، لكن احنا محتاجين نذاكره. ايه التايب اوف ريسيرش اللي تعرفوها اللي هي ده اجابه سؤال ايه؟ احنا مش عايزين نتوه، احنا النهارده مش انواع ريسيرش، احنا النهارده الاحسن. لا ده انا عيط عنوان المحاضره لو ما تعرفش النهارده نقطه يعني. طيب يبقى بالتالي احنا النهارده المحاضره احنا بجد احصى صح؟ احصى. طب خدنا ايه؟ بتاع ستاتستكس اند بايو ستاتستكس فيري نايس. احنا دلوقتي بنقول في اوت تاني اوت ابلكيشنز. الابلكيشنز حاجه من اثنين، يا ريسيرش يا عبد. الريسيرش افرض له التايب اوف ريسيرش زي ما انا عارفاه فيري سامبلي. التايب اوف ريسيرش هيلث سيستم ريسيرش ابيديميولوجيكال ريسيرش. ابيديميولوجيكال ريسيرش اكسبيرمنت ولا اوبزرفيشن؟ الاوبزرفيشن ديسكريبتيف ولا اناليتيكال؟ الاناليتيكال بيضه رايحه للفرخه كوهورت، فرخه بفكرها لما كانت بيضه كيس كنترول، البيضه والفرخه طقشوا في بعض كروس سكشن. يبقى احنا خلصنا اول اوبجيكتيف which is to know the definition and the application of biostatistics. هناخد حاجه اسمها variables، واستاذنا في الاسم هنا دكتور محمد حسن علمنا اول ما جينا الاسم وخدنا كلمه غريبه. طبعا انا هعمل موبايل سايلنت اعتذر على ايه اصلا كان بيقول لنا كلمة فاريبل جاية من فيرب فاريبل يتغير، فبالتالي أنا مش محتاجة أحفظ خالص. What is the definition of variable؟ هو خاصية تتغير ويمكن قياس هذا التغير. لأن مش لوجيك أبداً إن أنا أدرس حاجة كونستنت صح؟ لو حاجة ثابتة يا دكتور هدرسها ليه طالما هي ثابتة؟ ولكن أنا بحب أدرس المتغير عشان أشوف التغير بشكل إيه. يبقى فاريبل مين؟ دي ذا كاركترستكس ذات حاجتين كلمتين يقولوا الديفينيشن.
very undiminished. خلاص يا شباب، اللي يقول الكلمتين دول يبقى عليه الديفينيشن بتاعها. يبقى هي حاجه بتتغير ويمكن قياس هذا التغير. الاحصاء اللي ما يعرفش فيها الديفينيشن اوف تايب اوف فاريبلز ما يتعبش نفسه، لان هي دي مدخل الاحصاء، الباب اللي لازق واخش منه. لو انا مش عارفه الباب فين مش هخش. تعالوا ناخد التايب اوف فاريبلز. ليتس نسال، عمر حضرتك كام سنه؟ يا راجل بالظبط 20 سنه و10 شهور ويومين. فين الاسابيع؟ مازال على طول بس؟ كم ساعة أو كم ثانية؟ It's very good. This is his age. دكتور. لا يا فندم مش عمرك. عدد أفراد أسرتك كم فرد؟ كتير. كتير. مش عارف تعدهم ولا إيه؟ سبعة. سبعة أفراد. Very nice. الدكتور إحنا سألناه عمر حضرتك كم سنة؟ والدكتور سألناه عدد أفراد أسرة حضرتك كم فرد؟ سبعة بالظبط. ما ينفعش صح؟ يبقى سبعة بالظبط. دكتورة حضرتك ساكنة في أي محافظة؟ في مصر؟ محافظة كفر الشيخ. دكتورة اسمحي لي، أنا معرفش مستوى حضرتك التعليمي، هسأل حضرتك، حضرتك في أي مرحلة تعليمية؟ فيري نايس. إحنا سألنا أربع أسئلة، دوس آر ذا فور تايبس. أول حاجة غمض عينك واسأل نفسك، هو رد برقم ولا رد بكلمة؟ كم سؤال في دول اترد عليه برقم؟ كم سؤال اترد بكلمة؟ اثنين. يبقى when the variable is expressed as numbers, so it is numerical variable. Very simple. Very simple. When the variable is expressed بعبر عنه بجاوبه في صورة أرقام, so it is numerical variables. لكن when the variable is expressed as word of description, it is qualitative variables. النيوميريكال ليه اسم تاني، كوانتيتيف فاريبل كمي، بينما الكواليتيف هو فاريبل نوع. طيب انا عندي كده كوانتيتيف فاريبل وكواليتيف فاريبل. فيري نايس. الاثنين دكاتره جاوبوا برقم والاثنين دكاتره جاوبوا بكلمه. هنشفت للارقام. ايه الفرق بينهم؟ واحد مستمر واحد مستمر والتاني لا. اصل ايه بكلمه مستمر؟ انه بيسمح بوجود فراكشنز بينما التاني لا. وفعلا هي دي التقسيمات. لو كل رقم ماسك ايد اخوه بالديسيمالز اللي في النص اصبحت هذه المتغيرات متغيرات متصله. واحد ماسك ايد اثنين بالديسيمال اللي في النص واثنين ماسك ايد ثلاثه. فبالتالي لما اقول له عمر حضرتك كام سنه ويقول لي 20، يا راجل بالظبط وكذا شهر، يا شيخ وكم اسبوع، وبعدين ممكن اقعد للصبح بقى وكم ساعه وكم ثانيه وهكذا. 20 مرتبطه ب 21 بالديسيمال اللي في النص. It is a quantitative continuous variable. لكن لما سالت الدكتور عمر عدد افراد اسرتك كم فرد؟ سبعه. حتى لو في نومه لسه موجود من 10 دقائق. He is a full number. A whole number هو رقم integer ما ينفعش يبقى fractions. يبقى هذه الارقام لا تسمح بوجود fractions. That's why الواحد مخاصم الاثنين مش ماسكين ايد بعض، مفيش جسم في النص، عشان كده اسمه quantitative discrete، الارقام الكميه المنفصله. يبقى تاني انا عندي مش عايز احفظ، عايز افهم. لو انا عبرت عن هذا المتغير في صوره رقم اصبح اسمه quantitative. لو هو بيسمح بوجود decimal اصبح اسمه quantitative continuous. لو هو لا يسمح بوجود decimal اصبح اسمه quantitative. طب نيجي بقى للدكتورة والدكتور. جابوا لنا ايه؟ كلام. الكلام كان عبرنا عنه انه كواليتيتيف داتا، صح؟ طيب في فرق كلمة واحدة، زي ما الفرق بين الدكتور والدكتور كلمة ديسيمال، الفرق بين الدكتورة والدكتورة كلمة واحدة فرقت وفرقت وفرقت. بالرانك أو الأوردر، إكسلنت. لما أقول لها حضرتك ساكنة في محافظة إيه وتقول لي كفر الشيخ، حد يقول لي قلبية، وحد يقول لي الجيزة، وحد يقول لي القاهرة، لو أنا جيت عرضتها كفر الشيخ قلبية جيزة القاهرة، والدكتورة عرضتها القاهرة جيزة قلبية كفر الشيخ وهكذا بتبادل وتوفيق، مفيش غلط ومفيش صح، المهم الداتا بتاعتي تبقى حقيقية. لكن الدكتورة لما سألتها مستوى حضرتك التعليمي إيه؟ مستوى التعليم ده مستوى درجات، يبدا من ان هو ما يعرفش يقرا ويكتب خالص، يعرف يقرا ويكتب، ابتدائي اعدادي ثانوي وما يعادله، جامعي فوق الجامعي. ترتيب يجب ان يحترم. لو انا جيت عرضته لحضرتك في الصوره الاتيه، ابتدائي لا يقرا ولا يكتب، ثانوي، اعدادي، جامعي، فوق الجامعي، انت حاسه ان في ايه اللخبطه ده؟ انا كده مش فاهمه ليه مش حطاهم بالترتيب. يبقى خلاصه الكلام، لو الفاريبل از اكسبريسد از ديسكريبشن هيز ا كواليتي، لو هو ليه سيرتن اوردر او رانك، ليه اوردر هو يبقى اسمه اوردينال. لو ملوش اوردر وجاست نيمز نيمز يبقى اسمه نومينال. الدنيا سهله.
يبقى فيري سيمبل. لو انا بتكلم على فاريبل اكسبريس ذا از نمبرز، لو نو ديسيمال هيبقى اسمه ايه دكاتره؟ ديسكريت. لو في ديسيمال هيبقى اسمه كونتينوس. طب لو انا بتكلم على كواليتيف داتا اكسبريس ذا از ديسكريبشن، لو هو ليه اوردر هيبقى اسمه اوردينال، لو ملوش اوردينال هيبقى اسمه ها. هي دي السلايد اللي بيلخص التايب اوف فاريبلز. انا عايزاكم تعرفوا ان كل واحد بيعتمد على كلمه اكسبريسد از نمبر، كوانتيتيف ديسكريبشن، كواليتيف في النمبر، ديسيمال كونتينوس، نو ديسيمال ديسكريت. طب في الكواليتيف اوردر يبقى اوردينال، نو اوردر يبقى نمبر. بالاكزامبل ده معايا يا شباب؟ طب هو ده بيمتحنه؟ اه بيمتحنه، مش عارفه ليه. ده اكزامبل حد من امتحانات الوسطى لغايه السنه اللي فاتت، لغايه اخر امتحان في السنه اللي فاتت. انا لا اعلم الترند ده امتحان طبعا يسال فيه دولار الفتره اللي قبل السنه. كان ما فيش امتحان ما بيجيش فيه التايب اوف فايبرز. اعتقد ان السؤال في حضرتك سهل ومضمون، مفيش مشكله. تعالوا نقول مع بعض الايدج از ايه؟ هو انا عايزه التايب والسبتايب، ما تخسريش نص الدرجه. ما هو هنا اتعلمي، بس ساعات بيقول لك اكتبي. اه هنا هتحطي صح، ساعات بيقول لك اكتبي. فبليز دايما تمام، يبقى كوانتيتيف كونتينوس تمام، السكس كواليتيف نومينال تمام، بلاد جروب كواليتيف نومينال تمام، البودي ويت كوانتيتيف كونتينوس. لو فرضت ان انا جيت جنب البودي ويت وكتبت لك اندر ويت، نورمال ويت، اوفر ويت، اوبيس، كواليتيف اوردر تمام، فيري نايس. ريزيدنس كواليتيف نومينال، لازم هيبقى نومينال سواء كان اربن رورال سواء كان بالمحافظه وكده. طيب البارس ريت، البارس ده رقم، صح تمام. طيب بعد كده الفاميلي هيستوري اوف هايبرتنشن كواليتيف نورمال. هل في مشكله؟ ده سؤال حتى السنه اللي فاتت لغايه اخر اسبوع ما فاتش من الامتحان. لا كونتينوس، المفروض ان هو كونتينوس بس احنا بنقراه بس، لكن هو كونتينوس. دكاتره اتفقنا؟ يبقى احنا لما يجي لي التايب اوف فاريبل ده سؤال ما ينفعش اخسر فيه. لا هما بيقولوا لحضرتك ما تقلقش، بيقولوا لك اكسبريس ده اس كاس، يعني ما تقلقش من الناحيه دي خلاص. طيب كده بالنسبه للتايب اوف فاريبلز، في اي مشكله؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا ديفينيشن وابلكيشن لعلم الاحصاء، قلنا تايب اوف فاريبلز. طب دي كلمه واحده الحقيقه، الفرق ما بين الداتا والانفورميشن حضراتكم عارفين كويس قوي. الداتا بتخش از انبوت يحصل لها بروسيسنج صح، تطلع از انفورميشن او اوت. الداتا هي ميجرمنت ويز بريسايز ديفينيشن. لما اقول له يا عم الحاج انت ضغطك السيستوليك بلاد بريشر بتاعك 120، هيقول لي هتخش هنا تبقى بروسيس ده هو طلعها انفورميشن من الكرونولوجي، واقول له يا عم الحاج انت ضغطك زي الفل. طبعا يبقى بالتالي في الحاله دي الداتا هي ميجرمنت ويز بريسايز ديفينيشن، بينما الانفورميشن هي ترانسليشن اوف داتا انتو مينينج فور نولج علشان حابين نكمل نقول ستاندرنج ولا نخش الاول على حته البارامتر والمين والستاندرد؟ مفيش الحته دي انتوا فاهمين، نخش على المين والستاندرد ونقول ستاندرد بعد كده. سامبلنج المين والمين ده بسرعه. طيب اللي عايز البارامتر الاول يرفع ايده بس، ما حدش يبقى سلبي. هو واضح ان طيب اللي عايز السامبلنج الاول يرفع ايده. اعتقد خليني الاول اقول لكم دكاتره احنا متفقين، انا معاكم لغايه ما انتم تقولوا لي تعبنا، ان شاء الله بعد خمس دقائق او بعد ساعه زي ما انتم عايزين، بس خلونا نقول بسرعه. السامبل يعني ايه سامبل؟ ان انا باخد حته من كله. تفتكروا هدفي هيبقى ايه؟ ان انا احاول ان انا اعمل نتائج الحته دي على كله. تعالوا ناخد مثال، ناخد مثال من الست بعد الجواز والست ايام البنت بقى ايام الخطوبه، بالذات لو كانت بتطبخ الوضع يختلف جدا. طيب بعد الجواز هي بتطبخ الصبح بتعمل اكل صح؟ خلينا نقول بتعمل رز ومكرونه. ماما بتعمل ايه الصبح قبل ما تروح الشغل عشان تطمن ان حلت الرز دي كده لما
ترجعي بيتك لما كانش بابا وخالتك. هتعمل ايه؟ تدقها صح؟ وهي حاله بتستوي كده هتقوم فاتحه وضايقه كده ماما ما تبقاش شاطره تبقى دكتوره. طب ما الحاله انها تعمل ايه؟ الحاله انها تعمل ايه؟ مش بتشوفوهم بيقلبوا الاول كويس قوي قوي وفوق وتحت الجنيه وبعدين يدوس؟ شيز ا بروفيشنال كرايم ستاتستيشن. ليه عملت كده؟ بتفهمين ليه عملت كده؟ عشان تدي ايكوال تشانس لكل رزه في الحاله انها تطلع في العينه اللي جوه. من منطلق ايه بقى؟ تعالي من احصى فن مش اي حاجه. من منطلق ايه؟ من منطلق ايه؟ ان انا عندي رز في الجناب ورز تحت ورز في النص ورز فوق. لو هي فتحت وخدت من على الوش هيقولوا لها طب النص معجن وتحت محروق والجناب معرفش ايه، لكن هي قلبت عشان تدي ايكوال تشانس. وهو ده سر ان العينه تبقى ريبريزنتيف او معبره، ان انت تدي ايكوال تشانس لكل فرد في المجتمع ايا كانت صفاته ايا كان قربه او بعده ايا كان جنسه ايا كان ايا كان انه يظهر في العينه بتاعتك بحيث كلهم يبقى ليهم نفس الفرصه للظهور في هذه العينه. وبالتالي حضرتك تبقي قادره على تعميم نتائج العينه على البوبيليشن كله. لو اعتبرنا حاله الرز للبوبيليشن كله والمعلقه هي السامبل اللي حضرتك واخداها، لو عملتي زي ما ماما عملت كده تبقي خدتي حاجه اسمها عينه عشوائيه او راندوم سامبل. ولو خدتي العينه العشوائيه اللي بتسمح ان يبقى في ايكوال تشانس لكل فرد انه يطلع في العينه، ده يخليكي قادره على تعميم نتائج هذه العينه على البوبيليشن. يعني هي لما بتاخد المعلقه بتقولي المعلقه حلوه ولا حاله الرز كلها حلوه؟ حاله الرز. تعالي ايام الخطوبه بقى الوضع اختلف تماما. بتبقى عايز سنيه الكيكه اول مره يجي صح؟ اول مره تخشي تعملي سنيه الكيكه شكلها الله اعلم شكلها، بس في الاخر في حتت معجنه وحتت نايمه وحتت صح. لما تيجي تقدمي له هتعملي ايه؟ هتقدمي له اي حته بتدي ايكوال تشانس؟ لا، هتخشي في المطبخ في الخباثة كده وتقومي تقطعي الحتة اللي يمكن انقاذها خارج المطبخ حلال وطيبة وتحطيها في الطبق. انت حطيتي انكلوجن كرايتيريا، حطيتي في دماغك كرايتيريا معينة للحتة. على فكرة انت هدفك مش التعميم خالص في حتة صينية الكيكة، انت هدفك السليكشن. والسليكشن ده والسليكشن ده ليه انكلوجن كرايتيريا معينة. الانكلوجن انت حطاها الحتة ما تبقاش محروقة ما تبقاش معجنة يبقى مش عارفة منفوشة يبقى نقيتيها وحطيتيها له في الطبق اصبحتي في هذه الحاله واخده له حته من كله. ولكن هل حضرتك قادره على تعميم نتائج الحته على كله؟ اكيد. يبقى نطلع من الحواديت دي كلها بحاجتين. انا عندي العينه معناها ان انا باخد حته من كله على اعتبار ان انا امنه ان انا احاول اعمل نتائج هذا الجزء على الكل. الموضوع بينقسم الى شقين، لو انا خدتها راندوم او ليها اسم ثاني بروبابيلتي، يا راندوم يا بروبابيلتي سامبل، في الحالة دي بكون خدت عينة اسمها عينة عشوائية. في هذه الحالة حضرتك قادرة تماما بنظام حالة الرز على نشر نتائج العينة بتاعتك على البوبيليشن اللي واخدة منه العينة. ولكن لو خدنا نموذج صينية الكيكة، لا حضرتك غير قادرة بالمرة، لأن ممكن يكون مش الهدف الرئيسي أصلا بتاعك هو to be representative of generalize your result، ولكن ممكن تبقي ديزيز اورينتد أكتر. أنت عايزة تنقي المرضى دول اللي بالكرايتيريا دي عشان تدرسي حاجة معينة في المرض. اي شباب فروم يو ار مور ريسك ديزيز اورينتد ريسك فاكتور اورينتد وليس كوميونتي بيست. يبقى من منطلق هذا انا لو بعمل اي دراسه في الدنيا بحدد المكان واقول انا هاخد الناس بتوعي من المكان ده، طب هاخد حته من الناس ولا الناس كلها؟ ده الكلام اللي كان مكتوب في الكتاب. طيب خلاصه الكلام انا هاخد جزء من الناس. هل يا دكاتره في وقت ممكن اقدر اخد فيه التوتال بوبيليشن؟ ممكن. امتى؟ برافو عليك. لو انا بتكلم انا مديره مدرسه وعايزه ادرس الطلبه بتوعي ايه البيهيفيرال بروبلم فيهم، طب ما ناخد المدرسه كلها، ايه المشكله؟ عدد المدرسه هيبقى كام؟ فاهمين الكوره؟ طب لو انا بتكلم على ناس البوبيليشن كبير بس عندهم ايه بقى؟ عندهم ريجستري محترم، كل حاجه بتتسجل ومواعيدها وكومبليت واكيوريت والدنيا ايه؟ الانفورميشن ما فيش زيها، سهل طبعا اعمل الدراسه على مستوى الناس كلها. يبقى انا بتكلم في ايه؟ ان انا ممكن ابقى توتال بوبيليشن بس في سيتويشن، في تو سيتويشن، يا اما السامبل نفسها عدد البوبيليشن كله صغير، يا اما ان انا عندي ريجستري محترم دايما بالبوبيليشن كله. او بقى الموست كومن سيتويشن اللي احنا كلنا بنقع فيها، ان لا انا عندي بوبيليشن كبير ومفيش ريجستري جامد، يبقى انا مضطر اخد حته من كله ولازم اخدها انقي هاخدها عشوائيه ولا غير عشوائيه. خلاص انتاير بوبيليشن ستادي ولا رشوه. لو حضرتك هتنقيها طبعا يفضل دايما العينه العشوائيه. ليه؟ عشان تقدري تعممي. طيب العينات عندي زي ما قلنا كوميونتي ريبريزنتيف سامبل، انا عايزه من اسمها انا عايزه ابقى ريبريزنتيف، يبقى دي هتبقى عندي نوع اسمها ايه؟ راندوم صح؟
يبقى انا هاخد عينه عشوائيه عشان ابقى ريبريزنتيف، او هبقى ديزيز اورينتد بيربس اوف سامبل بانكلوجن كرايتيريا معينه زي سنيه الكيكه او اكسبوجر معين. يبقى في الثاني والثالث انا مش محتاجه قوي اعمل نتائج، لكن في الاولاني انا محتاجه فعلا اعمل. الاولاني هو حدوته الجزء، والثاني والثالث حدوته السليكشن كرايتيريا بيربس اوف سامبل. تعالوا بقى نقول مع بعض التايب اوف راندوم سامبل اللي هو التفاصيل بقى اللي عليكم. انا مش هقرا من السلايد، انا هحكيها لكم حواديت ونفهمها مع بعض، وبعد كده انتوا قادرين ان انتوا تقروها وتفهموها. اول حاجه السامبل راندوم سامبل، انا افترض ان الدكتور داخل ياخد مننا عينه، احنا مدينه معينه ولتكن عدد السكان فيها 10000، وهو عايز ياخد، خد كمبيوتر لاب. طب اللي خد كمبيوتر لاب خد ازاي يسحب سامبل راندوم سامبل؟ اللي خدها هتاخدوها، اللي ما خدهاش هتاخدها خلاص. اتسكيت بجد. سامبل راندوم سامبل هو الفكر المنطقي بالظبط حدوته حل التفكير. سلام عليكم. من شويه هنتنقل صعب. لا لا انا حد عايز يجي لا قصدي حاجه اكبر. هنضيع وقت في الميتنج، ممكن بقى المره دي. تسلم يا استاذك يا فخري. من الناس المحترمه ومهم جدا في الاسم. طيب خلونا نظبط مع بعض. سيمبل راندوم سامبل. دكاتره وقتكم. ايوه ايوه. سيمبل راندوم سامبل هي بالظبط حدوته حل تروس. انا عندي كوميونيتي ببص عليه، بتعرف على اعضائه، وببتدي ادي ايكوال تشانس لكل ممبر في الكوميونتي انه يظهر في العينه بتاعتي، وبعدين اسحب عينتي. عندي ناس هسحب منها ناس، بس بشرط، عندي شرطين عشان تبقى راندوم سامبل. اول شرط ان انا تو نو ذا يونت اوف ذا بوبيليشن، بديهم ارقام. تاني شرط ان انا تو جيف ايكوال تشانس. يعني كانوا بيدونا اكزامبل ظريف قوي، يقولوا لنا لو احنا شغالين في مستشفى وبعدين جه مدير المستشفى قالوا لنا يا جماعه قيسوا السنه اللي فاتت الساتسفاكشن بتاع الناس اللي جم المستشفى قد ايه. فقلنا طب خلاص احنا عندنا ريجستري محترم وعندنا عناوينهم، عندنا 2000 واحد عايزين نختار منهم 200 مثلا، طب هنختارهم ازاي؟ ابتدينا نفكر هنختار ال 200 من ال 2000 ازاي؟ قلنا اول حاجه هنبتدي ندخل كل ملف هنديله رقم، اصبح عندي من 1 ل 2000. بعد كده هنسحبهم يا اما بسوفت وير يا اما بحاجه اسمها راندوم نمبر تيك. سوفت وير زي الاكسل بتاع حضراتكم. حضراتكم لما تخشوا على الاكسل وده حدوته الكمبيوتر، يبقى في الاخر هتاخدوها في الاكسل عملي ما فيهاش مشكله. يبقى السامبل راندوم سامبل شرطينها ايه بقى بسرعه؟ تنو ذا يونت، وتنو معناها ان انت بتدي كل يونت نمبر، صح كده؟ يبقى افيلابل عندي. بعد كده تجيب ايكوال تشانس تو اتش يونت تو ابيرين ذا سامبل. تمام كده؟ وبعد كده تسحب العينه، هسحبها ازاي؟ حاجه من اثنين، تمام؟ شكرا تسلم، شكرا شكرا شكرا. هسحبها بطريقتين، يا اما عن طريق سوفت وير زي الاكسل او اي برنامج احصاء، يا اما عن طريق ايه يا دكاتره؟ حاجه اسمها راندوم نمبر تيبل، حاجات كده زي دليل التليفونات، بسحبها بطريقه معينه. يعني ايه ايكوال تشانس؟ تعالى حضرتك نتخيل ان دي مدينه من المدن. انا نازله لم الداتا فيها. هم اقول لك ايه؟ الدكتوره شكلها طيب وابن حلال وست زينب، وفي اول المدينه مش محتاجه اركب لاخرها، انا هاخدها هي. والدكتور جنبها ممكن يبقى صعب في الكلام شويه بس قريب، لا لا انا مش هروح للاخر خالص، الدكتور هنا هيبقى صعب او مش هدخله في الدراسه. دي مش ايكوال تشانس خالص، انت خليت السكس فاكتور يخليهم مش ايكوال تشانس. خليت ان هو قريب ولا بعيد فاكتور يخليهم مش ايكوال تشانس. لكن الايكوال تشانس ان حضرتك تخش ده الكوميونتي بتاعي، ده فيه 10000 حد، انا عندي نمرتهم مرقمهم من 1 ل 10000، انا هدي ايكوال تشانس، هسحب عينه عشوائيه بالكمبيوتر، انا مش هحط مناخيري فيها، مش هنقي دي، مش سنيه كده. معايا؟ فبالتالي ببتدي اسحبهم من غير ما اتدخل، طب انت ضامن كده ان انت سحبتهم لانها عشوائيه معبرين عن هذا المجتمع. معايا يا شباب؟ السامبل راندوم سامبل هي البيزكس اوف راندوم سامبل، ان هي الالتي. هعلى شويه اخش في حاجه اسمها ستراتيفايد. ايه ستراتيفايد راندوم؟ عايز اسالكم سؤال. لو احنا عايزين نعمل دراسه ويهمنا قوي قوي مثلا عن الميه، الووتر سبلاي للناس، هيهمنا ولا لا اربن كومون؟ انا هفترض هدب نسبه من عندي، هقول لك صدفه ان في الكوميونتي بتاعنا عندي 90% من الناس في الاربن اريا و10% بس اللي في الووتر. لو انا خدتها بالسيمبل راندوم سامبل النسبه القليله قوي دي ممكن ما تبقاش
ام ريبريزنتيف في هذه العلامه. يبقى لما يبقى هذا الفاكتور يهمني ولما يبقى يهمني ان انا كلاسيفاي الناس بيه، في الحاله دي مش هقدر اخدها سيمبل راندوم، لازم اخد حاجه اسمها ستراتيفايد راندوم، طبقات. اقسم المجتمع لطبقات اكوردنج لهذه الكرايتيريا. السيتويشن بتاعي هيبقى ايه؟ ايربن ورورا. طيب انا عندي ايربن ورورا، انا قلت ان الايربن بيضم 90% من السكان ورورا 10% من السكان في المنطقه بتاعتي. لو انا عايز اخد 1000 واحد من في العينه دي، اخد كام من الايربن وكام من 900 من الايربن و100 من الرورا؟ يبقى انا في الحاله دي مش بس اخدت واحترمت الطبقات، لا ده انت بصي نجاحك في تمثيلهم، انت مثلتيهم بنسبه وجودهم الحقيقي في المجتمع بتاعك، لا تجاهلتيهم وظلمتيهم وما بقيتيش المشاكل اللي هم فيها، ولا على الاذر هاند خدتيهم بحجم اكبر فمدرف ليفتنج المشكله او قللتي التنين او وات ايفر. يبقى في السيتويشن ده الاستراتيفايد راندوم سامبل بتديكي قدره ان انت تبريزنت فاكتور معين، حتى لو كان الفاكتور بيكلاسيفاي الناس لان ايكوال ديستريبيوشن، بحيث ان انت تبقي قادره يا دكتوره ان انت توزعيهم هنا وهنا. تعالي نتخيل لو احنا بندرس مشكله التدخين، هل ينفع ندرسها ان جنرال في مصر بالذات والدول بتاعتنا اللي الستات فيها ما بتدخنش تقريبا او بتدخن كميات قليله، ولا لازم نستراتيفاي بالسكس؟ دي من ضمن الدراسات اللي لازم السكس ستراتيفيكيشن مهم فيها، ميل وفي ميل. طيب على فكره مش في كل الدراسات بيحبوا يدوا بروبورشنال ستراتيفايد راندوم سامبل. يعني ايه بروبورشنال ستراتيفايد؟ اللي انا قلتها من شويه دي بروبورشنال ستراتيفايد، يعني بتاخدي نسبه الناس اكوردنج لنسبه وجودهم في المجتمع الحقيقي. لا في ناس تقول لك لا انا مش عايزه كده، خديني النص والنص، انا هدفي بعيد عن كده خالص. انا عايزه اخد نص الناس كده ونص الناس كده واسحب العينه من في الحاله دي بتعملي ايه؟ بتاخدي عينه عشوائيه من الايربن وعينه عشوائيه من الرورا كانهم دراستين. معايا شباب؟ يبقى تاني بسرعه، السيمبل راندوم سامبل سهله ولا لا؟ ايه الشرطين بتوعها؟ نصحى مع بعض. ايه الشرطين؟ سنو يونت الاول. انت لو مش عارفه اليونت مش هتديهم ايكوال تشانس وبعدين تديهم ايكوال تشانس. طيب هطلع بعد كده اعمل الاستراتيفايد، اول خطوه فيها ان انت تكلاسيفاي ناس او تستراتيفاي ناس اكوردنج لفاكتور معين مهم في الدراسه بتاعتك. نوعين، يا بروبورشنال يا نان بروبورشنال. بروبورشنال معناها ان انت هتاخديهم بنفس نسبه وجودهم في المجتمع، نان بروبورشنال هتاخديهم ايكوالي على الرغم من ان هم مش موجودين ايكوالي في المجتمع. لو عايزه استنبل 500 من تمام، دي النان بروبورشنال. ممكن يا داير تمام. طيب ثالث واحدة بقى سيستماتيك راندوم سامبل. السيستماتيك راندوم سامبل حلوة قوي في المدارس وفي المصانع وفي أي حاجة فيها ليست. تعالوا نشوف كده، تعالوا نشوف. لو احنا هنا عندنا مدرسة أو عندنا فصل. الفصل ده مثلا فيه 60 طالب. وأنا عايز أسحب منه 20. يبقى التوتال بوبيليشن بتاعي كام؟ 60. وأنا عايز أسحب كام؟ 20. هقوم عاملة إيه؟ هقوم جاي اقول لك طيب انا هحسب حاجه اسمها سامبل انترفال. هحسب حاجه اسمها ايه؟ دي عباره عن ايه؟ ان سمول على ان كابيتال. يعني ان سمول عدد العينه وان كابيتال عدد الناس. 20 على 60 هتبقى 1 على 3، يعني هاخد 1 من كل 3. ما انا لو خدت 1 من كل 3 في 60 يبقى هاخد كام؟ 20. طيب هاخد 1 من كل 3، طب اول 3 يا ربي هاخد انهي واحد؟ الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ اكسلنت. انا ايه راندوم؟ مش هتدخل خالص، ما بحطش مناخيري في الموضوع خالص، ان شاء الله اقطعه ورق واقلبه وانا طلعت لي رقم 2. طيب اللي بعدها هتبقى 2 زائد الانترفال، 2 زائد 3 5 زائد 3 8 زائد 3 11 زائد 3 14 لغايه ما اوصل. دي جميله جدا، منظمه سيستماتيك راندوم سامبل. ميزتها يا دكتوره ان انت فعلا بتاخدي من كل 3 واحد. It is much easier، منظمه اكتر يمكن من السامبل. دكاتره انا بحاول اتكلم بسرعه سامحوني، انا نفسي ابطلكم. في حد مش فاهم؟ الدنيا واضحه معاكم؟ التايب اوف سامبل. طب احنا عشان ما ندوخش التايب اوف سامبل كان ايه؟ راندوم اللي اقدر اعمم نتائجها صح؟ والبربس اوف سامبل او النان راندوم اللي ما اقدرش عمم نتائجها. احنا خدنا بالتفصيل مين؟ الراندوم سامبل ليها خمسه تايبس. الطيب الاول السامبل اللي هي شروطها ايكوال تشانس، اللي هو الاول بنوزه تجيب ايكوال تشانس. خدنا بعد كده الاستراتيفايد اللي هو فيه فاكتور معين بيأثر، كان لازم اول حاجه اعمل استراتيفيكيشن للناس، يا اما اخد ستاندرد بروبورشنال يعني مناسبه عددهم في المجتمع، يا اما نون بروبورشنال النص والنص بغض النظر عن التوزيع. ده دايما صح يا دكتور ولا لازم؟ اكوردنج للايم اوف ذا ستادي.
لو حضرتك عايزه مثلا تعملي حاجه زي الايجيبشن ديموغرافيك سيرفي او حاجه زي حاجه ناشونال تتعرف عليها، فيستحسن تقديم بنسبه تواجدهم في الكوميونتي عشان ترفلكت المشكله على مستوى البلد كله. لكن لو هي دراسه اوبجكتيف سبيسيفيك معين والغرض بس ان انت تقارني بينهم ما بين مرض معين او حاجه مش نسبه وحاجه كده، يبقى ممكن تاخدي نص نص. سيمبل ستراتيفايد سيستماتيك ليست، اول ما تتقال كلمه سيستماتيك افتكروا الليست. اول اهم كلمه في سيستماتيك ان انت تكتبي حاجه اسمها سامبل اللي هي ايه على ايه؟ ان سمول على ان كابيتال، او بلاش اللي هي ايه على ايه؟ سامبل سايز على التوتال بوبيليشن. ده بيقول لك من كل كام هتسحبي واحد. تاني تعالى حضرتك نقول، انا هقول لك على استعمال كومن قوي في سيستماتيك راندوم سامبل. في المكاتب لينا زونه لافاضل بينزلوا مخصوص، مش من هنا يعني، من ادارات معينه بينزلوا مخصوص يشيكوا على المكاتب الحكوميه ومكاتب الدوله عشان يتاكدوا ان الكتب اللي موجوده فيها سليمه وكامله. مش معقول هيمسك كتاب كتاب يراجعه، بيبقى عارف من كل كام كتاب، يعني مثلا بيبقى عارف ان هو من كل مثلا 5000 كتاب كفايه قوي ان هو ياخد مثلا 500. فبيقوم يروح للراجل بتاع المكتبه، عندك كام كتاب؟ 5000، احنا هناخد 500، هات يا ابني لسته الكتب اللي عندك. وماركر في ايده. طب هو ياخد 5500 على 5000 هيبقى واحد من كل 10. هيقوم هو عنده بقى يفتح الاكسل يا اما بايده كده يعمل اي حاجه ويطلع، هتطلع له نمره 6. طب الكتاب اللي وراه هيبقى نمره 16، اللي وراه نمره 26، اللي وراه بيعمل ايه؟ الرقم اللي طلع له من اول انترفل بلس الانترفلز. يعني انت طلع لك بالصدفه 6 زائد 10، اللي 10 دي جبتها منين يا دكتور؟ قسمت السامبل سايز على التوتال بوبيليشن، يعني عرفت ان انا اخد واحد من كل 10، زائد 10 16، زائد 10 26. واضحه؟ في حاجه بعد كده اسمها كلاستر راندوم سامبل. هسالكم سؤال، لو انت الحاجه متعبيه عندك جاهزه تاخديها متعبيه ولا تقعدي تجيبيها من كل حته واحده؟ ايه الاسهل؟ اكيد متعبيه. تعالي كده احنا عايزين نعمل دراسه على مشكله مثلا امراض فروه الراس في طلبه المدارس، يبقى اسهل يا دكتوره ان انا اخبط على البيوت واقول لهم عندكم عيال في المدرسه ولا اروح اخد طلبه المدارس من المدارس؟ في الحاله دي المدرسه هي كلاستر. كلاستر ليه؟ ناتشورال جروبنج، الولاد متجمعين لي جاهزين في مدرسه. لما باجي اخد اقول لهم متوسط عدد الاطفال في المدارس كام؟ يقولوا لي مثلا 500 في المنطقه دي. اقول لهم طب انا استامبل بتاعتي عايزه 3000، يعني محتاجه كام مدرسه تقريبا؟ 6 مدارس. افرضي المنطقة دي طلع فيها 20 مدرسة، يبقى أنا محتاجة أختار 6 مدارس من ال 20 مدرسة بالسمبل راندوم سامبل أو بأي حاجة بأي طريقة مرورية. أقوم أختار الستة وأخد كل العيال اللي فيها. بتبقى أسهل بكتير وأوفر في التكلفة وفي النقل، لأن أنا بتنقل لست أماكن بس والفريق بتاعي يبتدي يشتغل ويلم الداتا على بعضها. دي بنسميها كلاستر راندوم سامبل، بتعتمد على الناتشورال جروبنج، والناتشورال جروبنج غالبا بيبقى جيوغرافيك ديستريبيوشن، جيوغرافيك يعني ممكن تبقى مدارس، ممكن تبقى قرى، على حسب اليونت اللي انت عايزه تدرسيه. كان مره في ناس عايزين يدرسوا في دراسه من الدراسات فعلا كانوا عايزين يدرسوا موظفين في الشركات السياحيه. فما صعب قوي ان انت تلفي تشوفي في البيت عندكم حد بيشتغل في شركه سياحيه، لكن الكومن ان انت تروح ايه؟ شركات سياحيه وتاخد الموظفين اللي فيها. المكاتب السياحيه والشركات والكلام ده معايا حضراتكم، يبقى كلاستر بتفيدكم كتير قوي، خاصه بصوا بقى الكلمه دي، لو انا مش عارفه الانديفيديوال يونت اوف ذا بوبيليشن اللي هي شرط الانهي تايب اوف سامبل للسامبل، اصل انا ممكن ما اكونش عارفاهم بالاسم ومديهم ارقام، لكن عارفه الكلاستر ومديها ارقام، يبقى في الحاله دي استفاد من معرفتي بالكلاستر واخد الكلاستر واخد كل الناس اللي فيها. معايا يا شباب؟ هل الدنيا واضحه؟ المالتي ستيج دي بقى لما تعمل ناشونال سيرفي على مستوى مصر ما ينفعش خطوه واحده، فما تيجي تقولي ايه؟ والله انا هقسم الاول هعمل استراتيفيكيشن لمصر بان في اربن جفرنريت وفي محافظات حدود وفي محافظات ابر ايجيبت وفي محافظات لور ايجيبت، وهنقي من كل جروب محافظه، وبعد كده هخش جوه كل محافظه اعمل استراتيفيكيشن بالاربن والرورال اللي فيهم اربن، وبعدين اخش اقسمهم بالديستريكت. انا بعمل ايه؟ انت واخده بالك كام ستيج؟ ممكن استعمل فيها نوع واحد كذا ستيج، ممكن استعمل اكتر من نوع، ممكن استعمل سيمبل وستراتيفايد وكلاستر. عشان كده فيري سيمبل دي ما بتتحفش، دي جاست بسميها مالتي ستيج راندوم سامبل، وبنستعملها خاصه في الناشونال سيرفيس. يبقى تاني احنا قلنا في السامبلنج عندنا نوعين كبار، نوع اقدر اعمل نتائجه اسمه ايه؟ راندوم سامبلنج اقدر اعمم نتائجه، ونوع ما اقدرش اعمم نتائجه اسمه
النان راندوم او البيرد سامبل تمام كده. طب النوع اللي اقدر اعمل نتائجه كانوا كام نوع؟ خمسه سامبل ستراتيفايد سيستماتيك راندوم سامبل اند كلاستر اند. في اي استفسار في هذا الجزء؟ احنا عندنا هنا عاده بتحصل مناقشه الرسائل في المدرج ونبقى احنا قاعدين زي حضراتكم كده وقاعد هنا ايه لجنه المناقشه ويعني اللي قاعد هنا كان بالغلبان قوي اللي قاعد ايه من اشهر الاسئله اللي بتسالها انت واخد عينه قد ايه في الدراسه بتاعتك؟ يقول لهم 100. طب واخد 100 ليه مش 101؟ ليه مش 99؟ ليه مش 200؟ ليه مش 50؟ بص للمشرف مش واخد بالك. فهي الفكره كلها ان هي اجابه واحده. انا لازم احسب السامبل سايز قبل ما اشتغل، قبل ما اعمل اي بحث لازم اروح لبايو ستاتستيشن وابقى انا فاهم واحسب واقول ده انا قبل ما اشتغل البحث ده انا هاخد عينه مكونه من 300 عين بسبب كذا وكذا وكذا. طبعا اللي تعب وعايز ينصاحب يبقى تعب يديني شوف الحاجات من فورس. انا اما توصلوا لمرحله مش قادرين بيزبوا مش قادرين ولا نكمل انا تحت عمرك. طيب خلونا عشان الوقت اللي قاعدين فيه نغطي طيب كان في فاكتور كتير بتاثر على السامبل سايز يا دكاتره، يعني في فاكتور كتير قوي ممكن تاثر لك على السامبل سايز بتاعك. الحقيقه اللي مكتوبه عندكم 5 فاكتور او 6 فاكتور يمكن يعني اهميه الدراسه. يقول لك طبعا كل ما زادت اهميه الدراسه ده بيخليك موتيفيتد اكتر ان انت تاخد سامبل لان موضوع مهم وموضوع يستحق وموضوع فعلا يستحق ان يتصرف عليه وياخد وقت ومجهود. الفاريبل ان ذا ستادي لو انا يا فندم واخده دراسه يهمني فيها مثلا ان انا بس اربط العلاقه بتاعت السموكينج والكانسر لان، بينما في دراسه ثانيه انا عايزه السموكينج وعايزه الليبيد انتيك وعايزه مش عارفه الايدج بتاع العيان والسكس وما اعرفش ايه واربطه بالكانسر، يبقى انهي دراسه تحتاج عينه اكتر عشان تقدري تفيدي فيها الكلام اللي عدد الفاريبل. قال لك برضو لو حجم المشكله، ايه رايك؟ لو انا بتعامل مع حاجه زي الاسهال موجود وسط كل كام عيل كبشه وحاجه زي جيليان باري سندروم محتاجه كل كام معرفش 1000 عشان الاقي حاجه. مين فيهم اللي محتاجه سامبل اكتر عشان تلاقي هذه العلامه؟ الكبير القليل. وانا لما باخد مشكله يا دكتوره حجمها قليل في المجتمع بدفع الثمن اني باخد السامبل سايز اكبر، لكن المشكله المنتشره انا لو خدت سامبل قد كده هلاقيها طالعه فيها هذه المشكله. بعد كده الحقيقه نمره 4 ده المفروض ان هو مش مؤثر ولكن بيحد من قدرات حضرتك اللي هي الريسورسز الوقت والفلوس والمجهود. يقول لك ده الكيتس بتكلفني لل 30 حاله مش عارفه 10,000 ولا كام. لما انت طالب لي 150 هدفع مثلا 50,000 جنيه بس على التحاليل. الله ده في ليميتيشنز، في ايكونوميك ليميتيشنز. المفروض على فكره الجواب هنا ان انا مش هغير السامبل، ان انا اقول له سيب الدراسه ونقي موضوع تاني، لان ما ينفعش اقلل العينه المحسوبه. ثم اجي اقول انت هتعمل اناليسيز ازاي؟ هتستعمل تيست احصائي ريجريشن سرفايفل ايه؟ كل تيست احصائي ليه مدخل وليه عدد حالات مختلفه. ثم يجي حاجه اسمها الباور اوف ذا ستادي. باور يعني ايه؟ قوه. لما اجي اقول لك انا واثقه بقوه ومصداقيه نتائجي بمقدار 60%، هل تفتكري ان اللي قدامك اصلا هيرسبكت هذه الاستادي لما انت واثقه فيها بباور 60%؟ عشان كده اقل باور مسموح بيها في الدراسه 80%، سوري ما ينفعش تقل عن 80%، وكل ما تزودي الباور بتجيبي سامبل اكبر. عشان ما نطولش اكتر في الحته دي يبقى السامبل سايز ديترمنت بتوعي هنجوب ان انا اقدر اخش في البارامتر والتخفيف ونفس برضه اتس اب تو. السامبل سايز في حاجات مختلفه بتاثر فيها، بيأثر فيها حجم المشكله واهميه المشكله الامبورتنس والماجنتيود. دكاتره معايا بيأثر معايا عدد الفاريبلز والريسورسز بتاعتي، بيأثر معايا الاستاتستيكال اناليسيز. اتفضلي يا فندم. لو انت عايزه تحسبي الباور بتبقي عارفه السامبل بتحطيها هي وحاجات ثانيه تطلع لك الباور. لو انت عايزه السامبل بتثبتي الباور وتحسبي السامبل عليه. زي حاجه ستاندرد وانا بقيس عليه. بصي يا دكتوره في سوفت وير على النت جاهز دايما بتطلب منك انت عايزه باور كام في الميه عشان احسب لك السامبل. لو سي حطيتي باور 80% مثلا العينه طالعه لك 160، لو عليتي الباور ل 90% ممكن العينه تبقى 300 لو حضرتك بتدرس 10 فاريبل وتقسمهم على واحد زي ما تدرس تاثير فاريبل واحد على واحد
ندي اكزامبل. لو انا اديت عايز ادرس علاقه السموكينج بالكانسر لاين، وحضرتك لا حضرتك فكرك اوسع مني، عايز تشوف تاثير الايدج والسكس مع السموكينج ومع الليبت ستيت ومع الكافيين انتيك ومع الاكسبوجر تو راديشن ومع ومع على الكانسر لاين، يبقى مين اللي محتاجه ان انت تفرد لها حالات اكتر؟ طب دكاتره ليتس بصوا، هي حاجه انا مش هقدر، لان هي 1 ماينس بيتا، والبيتا مش يعني انا مش عايزه اخش في احصاء بتاع الدكتوراه، ولكن الباور فيري فيري سمبلي هي بتعبر عن قدرتك في الاحصاء ان انت تلاقي العلاقه صحيحه لو هي موجوده في المجتمع. هذه القدره بتتاثر اساسا بعدد العينات، العينه اللي انت وجدتيها. عشان كده لما بتيجي تحسبي العينه يقول لك لا عايزه باور كام، اقل باور بيحطها لك 80، عند 80 يديك العينه. افرض انت عايزه تعلي الباور 90، تقومي تلاقي العينه كبرت معاكي. لو عايز 100% هتاخد البوزيشن كله. لا خالص، ما هو قالها فيري نايس، حلوه جميله، اعرفها لنفسك، لكن دي مرحله متقدمه عليك في الباور. ستاتستيكال اناليسيس دي اختباراتك الاحصائيه، دي حاجه مش عليكم برضه. هستعمل تي ولا تاي ولا سرفايفر، كل اختبار احصائي بيبقى ليه سامبل سايز، لما بتدخل الاوبشنز بتاعته ممكن يديك، بالذات لو حاجات كومبليكيتد زي الريديشن. هما كلمتين، هما كلمتين. كاتره نبروسيد بقى نلخص الليله دي عشان احنا فعلا دخلنا منها. السامبل سايز ايرور مهمه جدا جدا جدا، ولكن على مستوى حضراتكم يكفي اول ما حضرتك تعرف انها لازم تتحسب قبل الدراسه، يكفي ان انت تعرف اهم. وعلى فكره في عوامل غير كده كتير بتاثر فيها، ولكن دي اهم العوامل اللي ممكن حضرتك تلاقيها. نعم دي من الكتاب بالظبط، كوبي بيست. انا هديك البرزنتيشن ده. طيب تاني بسرعه، مش عايزين نتوه، ايه الفاكتور اللي بتافكت السامبل سايز؟ حضراتكم قولوها. امبورتنس، العدد الفاريبلز، الماجنتيود، الباور، الستاتستيكال تيست، والريسورس. سته فاكتورز. ممكن اقلب عشان الوقت. تمام، دي جمله ما اعتقدش انها يعني كده فيري امبورتنت بروبلم ريز ستادي باور، اللي هي السته فاكتور اللي عندنا، فاريبل والامبورتنس والبريفلنس والريسورسز والستاتستيكال اناليسيس، ان انت تفهمها اساسا. معلش حته الداتا كولكشن سهله لو خلصنا في وقت نقولها، لانها ممكن نقولها وانتم مستمعين، لكن الداتا اناليسيس هي لا. خش يا ابطال. لو انت بتعمل دراسه اهم حاجه بتبقى عايز تعرفها كومن فايندينج، الفاريشن، الاوت فايندينج، ايه الفرق بين التلاتة؟ لو انا ببص على حضراتكم كده واقول يا ترى اعمارهم قد ايه، فممكن اقول الكومن فايندينج والمتوسط الحسابي بتاعكم وليكن 21. طب الفاريشن بينهم يزيدوا يقلوا تقريبا سنه سنه ونص حوالين ال 21. طب الاوت فايندنج، لو انا جيت وقعدت وسط حضراتكم، انا لا مش قوي كده، عالي قوي ماشي. وقعدت وسط حضراتكم طبعا هتلاقي ان حصل اكستريم اوت فايندنج، ده في حد وسط القاعه زي انا. فبيبقى بالتالي انا بتكلم على ان انا عاده الهدف بتاعي من دراسه اي علاقه او اي حاجه اعرف كوم فايندنج، اعرف فاريشن، اعرف اوت فايندنج، وكتير قوي مش لازم يبقى فيه اوت فايندنج. طيب انا لما بحلل الداتا في حاجه اسمها بارامتر. كلمه بارامتر دي ليها تعريف وهو الملخص الحسابي. تعالوا نشوف عدد حضراتكم وليكن 50. لو انا عديت خدت اعمار حضراتكم يبقى معايا كام رقم؟ لو حسبت لكم المتوسط الحسابي يبقى معايا كام رقم؟ رقم واحد. دكتور مجموع اعماركم على عددكم هتطلع رقم واحد، الافريج بتاعكم الاريزماتيك مين. طيب يبقى في الاخر ده هذا الرقم عمل ملخص حسابي لارقامكم ولا لا؟ الى حد ما، لان دي تكمله بس عمل ملخص حسابي. عشان كده البارامتر بنسميها ماثيماتيكال سامرز. البارامتر ليها فايدتين يبتدوا بحرف الاس.
to summarize my data and to do statistical comparison. هسألكوا سؤال، لو انا عايز اقارن عمر الولاد بالبنات في القاعه هنا، هل ينفع اجيب البنات واكتب عمر عمر والولاد عمر عمر وابص كده وابص كده واقول مين اكبر؟ لكن انا لو حسبت الاريزماتيك مين للولاد، الاريزماتيك مين للبنات، المتوسط الحسابي فرضا انه طلع للولاد 21.7 وطلع للبنات 20.5، يبقى مين اكبر في القاعه؟ اكيد الولاد. يبقى الماثيماتيكال سامريز او البارامترز ساعدتني في ايه؟ تو سامرايز ماي داتا. الاس الثانيه تو دو statistical comparison. خدوا من دلوقتي على ان اي حاجة هنقولها بتعتمد على التايب اوف، قلنا المهم quantitative وqualitative. طب لما اجي اقول لكم بارامتر لوجيك لازم تتأكدي ان انا هقولك بارامتر فور qualitative data وهقولك بارامتر فور quantitative data. let's proceed for بارامتر. هناخد منها لغاية ما انتم تقولولي برضو. البارامتر فور كواليتيتيف داتا هما اتنين اللي علينا يعني، لكن البارامتر فور كوانتيتيتيف داتا هما عيلتين كل عيله تحتها الاعضاء بتوعها. يبقى البارامتر فور كواليتيتيف داتا هما اتنين، لكن البارامتر فور كوانتيتيتيف داتا هما عيلتين. البارامتر فور كواليتيتيف داتا سهلين خالص، تعالوا نشوف كده ريشيو اند بروبورشن. لو قلنا لحضراتكم ان احنا عندنا في الكلاس هنا في مثلا 40 فيميل و20 ميل، وقلت لحضرتك I need male to female ratio in this class ratio، هتبقى part over part، جزء على جزء، مفيش total. 40 إلى 20 يعني 2 إلى 1، يعني وكأني بقول قصاد كل 2 دكاترة ميل في دكتورة في ميل. لكن البروبورشن هي اللي عدد حروفها أكبر، هي الكبيرة هي اللي بتحتوي على التوتال. لما أقول بروبورشن تبقى part over total. لو قلت لحضرتك male proportion in this class هتبقى 40 على التوتال اللي هو 60، هيساوي 66.7. يبقى بالتالي انا لو بتكلم من هذا المنطلق انا عندي كواليتيتيف داتا بارامتر اثنين بس يا دكاتره اللي هم الكوانتيتيف داتا بارامتر هم عيلتين. تعالوا نتخيل حاجه، احنا شغالين في صحه مدرسيه في فصلين جنب بعض. قلت للدكتوره يا دكتوره اعمار الفصل ده ايه؟ قالت لي الافرج بتاعهم 12. والفصل ده ايه؟ قالت لي الافرج بتاعهم 12. فمحل معنى كده ان اكيد الفصلين قد بعض في العمر؟ لا. هقول لها طيب دول يزيدوا يقلوا حوالين ال 12 ايه؟ ودول يزيدوا يقلوا حوالين ال 12 ايه؟ تقول لي الفصل الاول يزيدوا يقلوا سنه حوالين ال 12، الفصل الثاني يزيدوا يقلوا سنتين ونص حوالين ال 12. يبقى فريقوا ايه الاختلاف بينهم؟ مين اللي الفاريشن في الاعمار اكتر؟ وتشمين ان اكشوالي العمرين مش زي بعض، ما تخدعش ابدا بان الافرج زي بعض. يبقى بالتالي لما اقيس كوانتيتيف داتا عندي عيلتين، عيله اسمها ميجر اوف سنترال تندنسي بتديني السنترال تندنسي بتاع المجموعه، وعيله اسمها ميجر اوف فاريشن او ديفرنس او ديسبيرشن بتديني تشتت القيم حوالين الافرج. اول حاجه هناخدها سهله، الميجر اوف سنترال تندنسي او الفور ام. فور ام هما الميجر اوف سنترال تندنسي بتوع 4 ام ميد رينج ومود مين ميد. لما تروح لماما وتقول لها عايز فلوس بدل، عايز كام يا ابني؟ تقول لها طيب يعني اديني من 300 مثلا، نقول ايه ب 600. تقول لك طيب من 300 ل 600 يعني اديك ايه؟ طب خلاص نقسم البلد نصين. تقسم البلد نصين ازاي؟ هتاخد اقل رقم طلع من بقه وتجمعه على اكبر رقم طلع من بقه وتقسمهم على اثنين. اصبح هذا اسكول. تعالوا الاول نقول الحدوته دي ايه عشان هنتدرب عليها في كل الاربعه بقى. وعلى فكره السؤال الثاني في الاحصاء اللي بيجي في الوسط، السؤال الثاني في الاحصاء اللي السنه اللي فاتت كان بيتكرر اولموست اول اكزامينيشن، هو ان هو يجيب لك كام رقم ويقول لك احسب لي المين والمود والميديان، احسب لي الميد رينج والمين والمود وهكذا. فكانوا سؤالين موجودين في جيبكم سهلين، واحد التايب اوف فاريبلز وواحد هاو تو كالكوليت الميجر في سنترال تندنس. انا هفترض ان الدراسه دي بتقول ان احنا رحنا القريه وخبطنا على البيوت ونخش كل بيت نقول لهم لو سمحتوا ما عندكم كام طفل في الاسره؟
البيت الاولاني حضرتك قال لي طفل، البيت الثاني قال لي 6، البيت الثالث قال لي 5، الجدول حطوا البيت العاشر قال لي عندي 3 اطفال. اول خطوه هعملها قبل ما ابتدي اتعامل او احسب اي حاجه هارينج بطل الحدوته بتاعي اسندنجلي، وهو عدد الاطفال من اقل قيمه جرادولي اب تو اعلى قيمه. يعني احنا عندنا هنا اقل بيت فيه طفل واكبر بيت فيه 6 اطفال هيبقوا مرتبين في الجدول اللي تحت. كلكم واخدين بالكم الفرق بين الجدولين؟ اللي فوق فيه عدد الاطفال كده، ولكن اللي تحت رتبتهم اسندنج. الميد رينج هنا هيبقى كام بعد هذا الترتيب؟ 1 + 6/2. اشمعنى 1؟ عشان المينيمم فاليو اقل قراءه. واشمعنى 6؟ عشان ذا هايست فاليو او الماكسيمم. وقسمتهم على 2، ده بقى اسمه ايه يا دكتوره؟ ميد رينج. طب اسمعوا بقى، انا قبل ما اسالكم على رايكم في الميد رينج انا هسالكم على رايكم في حاجه ثانيه. حضراتكم هتنتخبوا زي ما دايما بشرحها حد يمثلكم من زمايلكم علشان ايه؟ يوصل طلباتكم للاساتذه والبيادتكس. فما هتقوموا تختاروا واحد، فما اجي انا اقول لكم لا معلش بقى انا مش هسيبكم تختاروا كده، انا هلاقي اصغر طالب فيكم في السن واكبر طالب في السن، هم يجوا هنا يختاروا واحد بمعرفته اللي بينهم. This is good. لا هل زمايلكم الاثنين مهما كانوا كويسين اصغر واكبر؟ رفع الدكتور قال لي ده مش كده بس، ده انت منقيه اصغر طالب واكبر طالب ممكن يكونوا مش معبرين عننا اصلا، مش بس اثنين بس. الميد رينج عيبه ايه؟ انه اعتمد على الداتا كلها ولا على كومتين؟ وانهي كومتين؟ اصغر واكبر. الموست اكستريم فاليو، المينيمم اند ماكسيمم فاليو، يبقى بالتالي هو ميستون هو سين سين، سهل وسريع. لكن عيبه بيعتمد على كومتين فقط، والكومتين دول انهي قيمه؟ ذا موست اكستريم فاليو. تعال اقول لك على حاجه، انتوا افترض ان اصغر عمر فيكم 19، وانا لو قعدت وسطكم هيبقى 50، اكبر 19 + 50، قولي 20 + 50 = 70، قسميهم على 2 35، هيبقى معبر عن اي حد فيكم؟ يبقى بالتالي انت متخيله الميد رينج ممكن يطلع رقم شكل ايه؟ يبقى بالتالي الميد رينج هو عباره عن اقل قيمه زائد اكبر قيمه على 2، ميزته سهل وسريع، عيبه رقمين موست اكستريم. الرقم اللي وراه هو المود او الموضه. هنا المين الميد رينج قلنا هيبقى 1 + 6/2 هيساوي 3.5. المود اتفضلي يا دكتور. تمام هقول لحضرتك ايه ده ممكن تعتبريه ايه لما انت اصلا بتقولي ان هو بيعتمد على قيمتين فقط والموست اكستريم، هل تثق فيه ان هو اصلا مش هيعبر عنك؟ تقدري تستعمليه كمان عشان تقارني المجاميع ببعضها؟ إذا كان هو ممكن ما يبقاش معبر عن المجموعة أصلا. دكاترة المود هو الموضة الفاشن. حضرتك تقولي إن الموضة لون كذا تلاقي ناس كتير لابسين الموضة. فالمود هو الموست فريكوينت فاليو، أكثر القيم تكرارا. بصوا كده وقولي مين أكثر مرة متكرر؟ 3. طيب عايزين نبص كويس، 3 متكرر 3 مرات، لكن 1 و2 و2 و4 و5 و6 مرة واحدة. بأكثرهم تكرارا هو 3. طب انا اسفه يا دكتور انا كتبت رقم غلط، انا ممكن اشيل رقم 3 الثالث ده واحط 4؟ طلعوا لي المود بقى 1 و2 و3 و4. هيبقى عندي كوادري مودال داتا، داتا مكونه من 10 اشخاص وفيها 4 مود. طب افرض ان انا قلت لك طب ماشي هو كده 1 1 2 2 3 3 4 4 و6 الاخيره دي 5، طلع لي مود. طب ممكن نقول كده؟ مفيش مود. الله، يعني ممكن المود ما يبقاش موجود اصلا؟ ممكن يبقى فيه اكتر من مود؟ ممكن. طب بص التالتة بقى، لو انا جيت قلت لك الواحد الاتنين دول عباره عن 1 و1، ما غلطت والداتا بقيتها زي ما هي، يبقى المود بتاعك هيبقى، هل 1 معبر عن السنتر ولا ممكن يبقى اكستريم؟ يبقى بالتالي ايفن المود ممكن ايفن لا يعبر عن السنتر. تعالوا التلات عيوب بتوع المود ايه؟ مش موجود في اكتر من واحد لا يعبر عن السنتر، ولكن مميزاته سهل وسهل. خلاص؟ طيب في بقى الميديان والمين. هبتدي بالمين، اريزماتيك مين او متوسط الحسابي، انتوا عارفينه اكتر من مين، نحسبه ازاي؟ مجموع القيم كلها، واخدين بالكم من كلها دي على عددهم، الله ده مستو ايه؟
هو بيجيب كل حاجه. اكسلنت، ده حطوا كل القيم في الاعتبار يا عم، ده ما سابش واحد فينا، ده احنا عددنا 63 ولا 43، خدنا واحد واحد. يبقى ميزته ان هو ايه؟ It is the best parameter. Actually yes it is the best parameter because it is the only parameter that put all the values in consideration. فبالتالي هو احسنهم في الداتا برزنتيشن، هو احسنهم في الكومباريزون اوف داتا، هو احسنهم في كل حاجه، ولكن مفيش حاجه كامله. سبحان الله. فبالتالي هو يتاثر بالاكستريم لانه بيجمع القيم كلها، لو في مجموعه من الفاليو يا دكتوره اكستريملي هاي او اكستريملي لو هيتاثروا عليه. تعالوا ناخد اكزامبل. لو انا جيت هنا وقلت لكم دكاتره السته دي اصلها 16 هتعمل ايه في المين؟ طب تعالوا بقى نشوف المين ميزته ايه، ويضع كل القيم في الاعتبار، واحلى قيمه للبرزنتيشن والكومباريزون عيب ان هو يتاثر بال. ثم هيجي لي الاخير الميديان اللي هو البديل المين في حاله وجود اكستريم بقى. مين الميديان ده؟ الوسيط. مين الوسيط ده؟ القيمه اللي بتقف في نص الداتا. خلوا بالكم الكلمه دي المترتبه، لو ما قلتش المترتبه يبقى الديفينيشن غلط. القيمة اللي بتقف في نص الداتا المترتبة وتقسمها نصين قد بعض بالظبط، دكاترة معايا نص الداتا أقل من أو تساويها ونص الداتا أكتر من أو تساويها. طب أحسبه إزاي؟ أول حاجة أرينج يور داتا. الغلطات اللي بنشوفها واحنا بنصلح الوزن بتلاقي إن أنت ممتاز وشاطر جدا، بس جيت من كتر ما أنت مستعجل ما رتبتش الداتا ورحت مطلع لي النتيجة. بقى غلط. لازم اول حاجه ترتب الداتا، تاني حاجه ابتدي اشوف عدد القراءات اود ولا ايفن. اود يعني ايه؟ فردي، وايفن يعني زوجي. 10 بيوت يبقى قراءاتي ايه؟ زوجي. طب تعالوا نحط قاعده، تعالوا نحط قاعده، لو قراءات فرديه هطلع الميديان من رقم واحد، لو قراءات زوجيه هطلع الميديان من رقمين. طب طالما ده 10 بيوت يبقى هطلع الميديان من، في هنا قانون وفي هنا قانون. قانون القراءات الزوجيه اللي هنقوله هنا ان على 2 واللي وراه. مين ان دي؟ عدد القراءات. طب عدد القراءات هنا كان كام؟ 10. 10 على 2 كام؟ 5. واللي وراه كام؟ 6. وخمسه وسته دول يا دكتوره الميديان ولا ترتيب الميديان او موقع الميديان؟ ترتيب الميديان في الداتا عايزه اقولها لك بقى، الرقم الخامس والسادس روحي احسبي منهم الميديان. هقوم جايه هنا 1 2 3 4 5 6 طلعوا 3 و3 صدفه شبه بعض، هتبقى 3 زائد 3 على 2. نيجي في الاسبوع توصلي لخطوه الخامس والسادس وتقولي لي باي باي، خدتي نص الدرجه، اديتيني الرانك وما اديتينيش القيمه، انا عايزه القيمه. لازم ترجعي للارقام بتاعتك وتقولي لي بالتالي كذا زائد كذا على 2 يساوي كذا، هو ده الميديان. اتفقنا يا شباب؟ طيب يبقى بالتالي انا عندي هذه الداتا. طلعنا احنا هنجي احنا وصلنا للميديان. ده لسه الاول، ده الهواء بتاع بعد كده. بعدين وصلنا للميديان في حاله انهي داتا؟ انا ناسي الكره، احنا بنحسب دلوقتي انهي نوع من القرايات، الفردي ولا الزوجي؟ الزوجي. دكتوره هو احنا قلنا الزوجي ده نحسبه ازاي؟ القانون بتاعه ايه؟ ان على 2 واللي وراه. طب دكتور هو ان على 2 واللي وراه ده بيديني الميديان ولا موقع الميديان؟ موقع الميديان. لازم اطلع الميديان واحسبه. طب انا هفترض ان انا البيت الاخير مش موجود وعندي 9 بيوت، اصبحت القرايات قط، اصبح عندي كام رقم؟ 1. القانون هو ان زائد 1 على 2. طب ان هنا كام؟ زائد 1 على 2 5، معناه ان الميديان روح دور عليه في الموقع الخامس للداتا المترتبه. 1 2 3 4 5 هو 3. هنا سهل قوي، اقوم مطلعه له واقول له الميديان يساوي 3. سؤال، لو انا السؤال اللي قلته لكم 6 بدلتها ب 16 ويجي تحتها يكتب لكم سؤالين يقول لك ماذا سيحدث للميديان؟ remain the same increase decrease. ماذا سيحدث للمين؟ remain the same increase decrease. الميديان زي ما هو لانه in the middle لا يتاثر بالاكستريم، هذه هي ميزته. بينما المين يا دكتوره هيجرى له ايه؟ هيتاثر بالاكستريم، لو عليتي هيعلى لو وطيتي. حلو. واضح؟ الميديان سهل حسبته؟ مدته؟ مش شايفها من، تعالى شوفها هنا وانت تعرف. طيب يلا خلينا نمشي.
لمين؟ طب تكفى، انا والله هعمل لكم اللي انتوا عايزينه، مش قصدي لا بلاش النظره دي عشان ما اعيطش جنب خلاص. ده ماتوا بقى. انتوا بتستنفذوا اللي باقي فيكم فيا، فبليز خليني اقول حاجه. اللي باقي ده بيقول لك سؤال في الامتحان دكاتره، بقى لنا الميجر فاريشن، بقى لنا النورمال ديستريبيوشن كير، بقى لنا الداتا برزنتيشن. الداتا برزنتيشن خصائص الباي والبار والانسون يعني سمول اور ليس يعني كانوا ايه، بس انا يعني سهله الى حد كبير بامر، ولكن انا هو الميجر ديستريبيوشن والنورمال ديستريبيوشن كير اللي يهمني اقولهم معاكم. انا مش بقول حاجه تيجي ما تجيش، انا لا اعلم ايه بيجي ما تجيش عشان ما اظلمكوش، انا ما اعرفش فعلا، ولكن انا بقول لكم اللي تقدروا تقولوا لوحدكم واللي نقدر نتجاوزها. فمن دلوقتي في كده حاجه اسمها ميجر اوف ديسبيرشن وفي حاجه اسمها نورمال ديستريبيوشن كير. ها لا ياخدوا نص ساعه بس بتركيز وكلام مطبق مش هنصحى. لو خلصنا الاثنين دول اقروا انتوا بقى اللي يحصل كلها واستنوا. طب انتوا قولوا لي اسيبكم خمس دقائق تتفقوا عايزين دلوقتي ولا مره ثانيه؟ امتى بقى يا دكتور؟ طيب بصوا يا دكاتره، هو في مشكله في حاجه بعد اذنكم، والله انا شغاله من الصبح خالص دلوقتي حضراتكم. الايام اللي تناسب الاسم ده اهم مني، الاسم ما بيقعدش الوقت متاخر غير يوم الاحد ويوم الثلاث، والثلاث للاسف حضراتكم هيبقى عندكم من واحده لثلاثه، وايثيكالي طالما في محاضره من واحده لثلاثه انا ما اقدرش اشتغل خالص، مش هينفع مش هينفع. فما هيبقى الحد، لو موافقين على الحد ده انا ما عنديش مشكله. بس كده مش هنشرح اللي احنا عاوزين نعمله. لما يكون يوم واحد مش هنشرح ايه فايدته. انا ده مش قراري انا، لازم انتوا تبقوا قاعدين وعايزين تقعدوا. انا تحت امركم، انا قادره اكمل براحتكم. وانتوا جايين ولا احنا جايين بقى انا بقى مش عايز اقول لك 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 انا بقى مش عاي